السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر سيد سمير من قناة إيزي جرامر. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. هنتكلم النهاردة عن كونكت بلس، منهج كونكت بلس للصف الثاني الابتدائي برايمري 2. هنتكلم عن يونت 10 بارت 1، عن الوحدة العاشرة الجزء الأول. الوحدة بعنوان At the Supermarket، يعني في السوبر ماركت. يلا بينا. طبعا بارت 1 الجزء الأول، هنتكلم عن بعض الأجزاء المهمة اللي موجودة في الجزء الأول من الكتاب أو من الوحدة. أوكي، أول كلمة معانا كلمة سوبر ماركت، اللي هو سوبر ماركت. كلمة ستول يعني كشك، ستور متجر، ماركت سوق، تشيك اوت مكان دفع الحساب، تشيب رخيص، عكسها اكسبنسيف غالي، ترافل يسافر، اجين سوبر ماركت، ستول ستور، ماركت، تشيك اوت، تشيب، اكسبنسيف، ترافل. اوكي، شوف بعد كده. Reading student book page 56. Picture number 1. Amira and her mom are looking at a stall in the market. يعني أميرة ومامتها بينظروا إلى أحد الأكشاك اللي موجودة في السوق. The fruit is cheap، وبيقولوا الفاكهة رخيصة. Picture number 2. يوسف and his dad are in a store. يوسف ووالده يكون في المتجر. The televisions and computers are expensive. يعني أجهزة التلفاز والكمبيوتر تكون غالية الثمن. Picture number 3. They are buying lots of things of different things. يعني هم بيشتروا العديد من الأشياء المختلفة. At the supermarket، يعني في السوبر ماركت. They are paying for them at the checkout. هم بيدفعوا ثمنهم أو ثمن هذه الأشياء فين؟ في مكان الدفع اللي هو checkout. Okay. أو عند الكاشير. Okay. طيب، شوف بعد كده. Language focus الجزء الجرامر أو اللغوي المفروض إن نركز عليه، بيقول هناك بعض الأفعال بيأتي بعدها verb plus ing، والتركيبة دي بيسموها تركيبة الجيرند في الإنجليزي. أوكي، طيب عندي الفعل زي الفعل like، فعل enjoy، فعل love، prefer، don't like، hate. الأفعال دي لو تبعت بفعل، لو جه وراها فعل، الفعل ده بيتحط في الاي ان جي. بيقول these verbs، الافعال اللي قدامنا دي، are usually followed by اي ان جي form، يعني بتتبع بتركيبه الاي ان جي. For example، بيقول I like making cakes، يعني انا احب صناعه الكيك. يبقى ادي الفعل لايك جاي بعديه الفعل مضاف له اي ان جي اللي هو making. طب حد من حبايبنا هيسألني يقول لي يا مستر الفعل make أخره إيه؟ إزاي إحنا جايبينه هنا بالشكل ده؟ طبعا الفعل أخره إيه لما باجي أضيف له ing بعمل omitting أو deleting أو حذف لحرف الإيه؟ الإيه، تمام؟ طيب example number 2، بيقول my grandma doesn't like drinking coffee، يعني جدتي لا تحب شرب القهوة. طيب الفعل like لما جينا نجيب وراه فعل تاني اللي هو الفعل drink، حطينا له ing. Example 3. I like seeing my cousins. أنا أحب رؤية أولاد عمي أو خالي. هنا طبعا الفعل love جبنا وراه الفعل see وحطينا له ing. طبعا هنا ممكن seeing تأتي بمعنى مقابلة. okay. طيب example 4. My parents hate
traveling by train. والدي بيكرهوا السفر بالقطار. وادي الفعل hate. لما جينا جبنا وراه فعل تاني اللي هو الفعل traveling، جه وراه الفعل فين؟ في ال ing. okay. I prefer cooking. أنا أحب الطبخ. الفعل prefer جه وراه الفعل مضاف له ing اللي هو الفعل cooking. طيب study the following. تعالى كده ندرس الجمل والأسئلة اللي موجودة في التالي. طبعا عارفين إن الفعل السؤال لما بيبدأ بdo بالفعل المساعد do بيكون بمعنى هل، وطالما السؤال بقى بمعنى هل بتكون الإجابة عليه yes or no اللي هي نعم أو لا. أوكي طيب، وطبعا الأسئلة دي نوع الأسئلة دي اسمه yes or no questions، يعني أسئلة الإجابة بنعم أو لا أو yes or no. فبيقول لي do you enjoy shopping؟ هل أنت بتحب أو بتستمتع بالتسوق؟ فالبنت ردت قالت yes I do. فراحت سألها هو كمان سؤال do you enjoy cooking؟ طب هل أنت بتحب الطبخ؟ فالولد رد قال no I don't I prefer reading. أنا بفضل القراءة. شوف بعد كده part 2 برضه مدينا بعض الكلمات المهمة اللي موجودة في الجزء دون في page 67 and 68 في صفحة 67 و 68 من كتاب المدرسة. طيب some vocab or some important vocab بعض الكلمات المهمة. book store مكتبة بيع الكتب. نلاحظ حاجة مهمة هنا وهو الفرق بين كلمة book store وكلمة library. كلمة library دي مكتبة المدرسة أو المكتبة العامة اللي حضرتك بتروح تستعير منها الكتب بتاعتك. okay. borrow the books from it تستعير الكتب منها، على العكس من كلمة book store. book store ده المكتبة اللي انت بتشتري منها الكتب، تمام؟ وده الاختلاف بينهم. bakery مخبز. butchers محل الجزار أو محل الجزارة. طب واحد برضو من حبايبنا كده هيقول لي يا مستر كلمة بوتشر معناها جزار، طب ما احنا حطينا لها ابوستروفي اس بقت ايه؟ محل الجزار. اقول لك ان هناك بعض الوظائف عشان اقصد المكان بتاعها او اشير للمكان بتاعها بحط وراها ابوستروفي اس. اوكي present هدية. clothes store clothes store. okay. النطقين hungry جوعان. closed مغلق. show store shoe store اللي هو محل أحذية shoe store. okay. شو بعد كده؟ طيب language focus اللي موجود في الوحدة أو في الجزء ده من الوحدة اسمه conjunctions يعني الروابط. يعني ايه الروابط؟ الروابط بتستخدم من معناها كده من الكلمة بتاعتها بتستخدم لربط الجمل ببعض. جميل، عندي أول حاجة اسمها because أو because زي ما تنطقها والنطقين صح British وAmerican. أوكي طيب الكلمة because دي بستخدمها ليه؟ shows the reason يعني ايه؟ بتوضح السبب، بيأتي بعدها السبب. فبيقول I didn't for example يعني بيقول I didn't take any photos because I didn't have my camera. أنا ما التقطتش أي صور، لم ألتقط أي من الصور. ليه؟ قال because I didn't have my camera لأني ما عنديش كاميرا. example 2 بيقول it was windy yesterday الجو كان عاصف أمس so we didn't go to the park لم نذهب إلى الحديقة. Picture number 3 I don't like swimming but I like running. طبعا كلمة show بس عشان احنا عديناها بسرعة بيقول show the results. كلمة show بيقول show the results يعني ايه show the results؟ يعني بتوضح النتيجة. طيب جميل جدا، يبقى because بيأتي وراها السبب so بيأتي وراها النتيجة. جميل جدا. طيب انت ليه ما خرجتش؟ الجو كان امبارح عاصف. طيب ايه النتيجة اللي ترتبط على كده؟ ان احنا ما رحناش الحديقة. طب كلمة but shows contrast يعني بتوضح التناقض.
For example, well, I don't like swimming, but I like running. أنا لا أحب السباحة ولكن أنا أحب الإيه؟ running، أحب الجري، وده تناقض. Picture number four, well, we visited the museum and we saw lots of things. كلمة and shows addition، يعني بتوضح الإضافة. فبيقول إحنا نحن زرنا المتحف and we saw lots of things، ورأينا الكثير من الأشياء. نشوف بعد كده. عندي في part 3 page 69, 70 and 71 بعض الفوكاب، بعض الكلمات المهمة، وبيتكلم فيها عن النوتس، العملات الورقية، والكوينز العملات المعدنية. فالفوكابولاري الكلمات اللي موجودة بيقول كوين عملة معدنية، change باقي النقود، get يحصل على، باوند جنيه، نوت يعني ورقة نقدية، here you are يعني تفضل، addition يعني الجمع، how much كم ثمن، who بمعنى يدين لي، subtraction يعني الطرح. study the following، لو أنا عاوز أسأل عن كم تكلفة الشيء، فبسأل بقول how much does it cost، يعني كم يتكلف هذا الشيء، فيقول it's LE 12 يعني سعره 12 جنيه. حد يجي يسألني يقول لي إيه LE دي يا مستر؟ أقول LE دي والله يعني معناها الجنيه المصري، باختصار لكلمة فرنسية اسمها ليفر ايجيبسيا، تمام؟ ودي طبعا مش عليك يعني، تمام؟ مش اختصار لكلمة إنجليزية، لا اختصار لكلمة إيه فرنسية اسمها ليفر ايجيبسيا، أوكي؟ طيب واخدينها كدليل لكلمة زي كلمة باوند كده، أوكي؟ طيب how much change does she owe؟ كم يتبقى من النقود عليها؟ فقال LE2 يعني جنيهين. طيب شوف بعد كده، حوار بين بائعة اللي هي البائعة، تمام، وبين الكاستمر أو الزبون. طب يبقى في سيلز وومن بائعة، وفي كاستمر اللي هي الزبونة البنوتة الصغيرة دي. طيب فالبنت بتسأل بتقول how much is this rice؟ يعني كم سعر هذا الأرز؟ تمام، طبعا نلاحظ إن هو مستخدم is، ليه؟ لأن كلمة رايس كلمة مفردة لا تعد، فعشان كده قلنا how much is. فالبائعة قالت لها it's 12 LE يعني 12 جنيه. فالبنت راحت ترد عليها وقالت لها I have 20 LE، أنا معايا 20 جنيه، or 20 LE، okay 20 or 20، okay. قالت لها أنا معايا 20 جنيه. فالبائعة هترد عليها تقول لها So I owe you 8 LE change، أنا مدين ليكي ب 8 جنيه باقي. Here you are، تفضليها. Here's a 5 LE note، دي ورقة نقدية ب 5 جنيه، تمام؟ ورقة سوري ورقة نقدية ب 5 جنيه، أيوة تمام. And 3 LE coins، وثلاثة جنيهات معدنية. فالبنت ردت عليها وقالت لها إيه؟ Thank you، أشكرك. وفي الختام أتمنى أن يتقبل الله منا هذا العمل. اللهم علم ينتفع به. كان معكم مستر شريف سمير من قناة Easy Grammar. أتمنى الفيديو يعجبكم، أتمنى تعملوا لايك للفيديو وتعملوا شير كتير وتعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يصلكم كل جديد. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد لشرح منهج Connect Plus. باي باي.